تانية بعد سنين معانا نور الجميلة بتشاركنا حاجات كتيرة وتفاصيل كتيرة من حياتها بعد عودتها للنجومية وللتمثيل وللنشاط الفني. قولي لي بقى يا نور، جيتي القاهرة ما كنتش بتفهمي مصري قوي، مثلتي فيلم وحقق نجاح كبير شورت وفانيلا وكاب، بس أكيد إن أنت تعيشي هنا ما كانش حاجة سهلة. لا ما كانش سهل، ما كانش سهل إني هعتمد على نفسي برضو. طبعا كانوا أهلي بيبقوا معايا بس مش كل الوقت، كان لا مش سهل خالص. أنت بتشيلي مسؤولية نفسك وشغلك وحياتك. وقررت يعني أنا من بيئة شوية عارفة فيها نظام، كان جدا بنام الساعة 8، ما فيش يعني مذاكرة، عارفة في نظام قوي كان في حياتي. يعني بابايا كان مربيني بشكل إنه عارفة في نظام قوي، في نظام ولا صرامة؟ لا نظام بس نظام جامد. يعني ما كانش يقبل اعذار ملهاش معنى، ما كانش يقبل. يعني اكتر حاجه مثلا فاجئتني هنا في مصر المواعيد، مثلا يبقى لا المفروض يبقى ميعاد مثلا بيني وبين حد الساعه 5، 5 دي يمكن يبقى هو ما اتحركش من بيته عادي. لا بالنسبه لي ده انا قعدت سنين مش فاهمه ازاي، يعني اعتبرها كنت بعتبرها اهانه انك انت مش محترمني، انت مديني ميعاد. طب قول لي الساعه 11 اوكي مثلا. لا اتضايقت جدا، كنت بتضايق جدا لان انا مثلا لما كنت اروح عند صحابي ارجع الساعه 6، الساعه 6 مش 6 وربع، يعني انت قلتي الساعه 6 يعني فتعودت كده. فالاول كنت بتضايق جدا. يعني انت جيتي هنا لقيتي العكس تماما؟ مش العكس، بس كان في لخبطه في المواعيد الاول ما كنتش افهمها. الاكل الاول ما كنتش اعرف، يعني ما كنتش احبه هنا، مش متعوده على طعم الاكل، بهارات مختلفه، عارفه حاجات مختلفه. ما كنتش يعني قعدت سنه يمكن على بال ما ابتديت اتعود على الاكل هنا. ايوه يعني ايه اول اكله استطعمتيها وايه اكتر أكلة لحد دلوقتي مش عارفه تتعايشي معاها؟ لا تعايشت جدا، انا خلاص متعايشه جدا. بس الاول اول مره اكلت ملوخيه مصري كانت كارثه، مش قادره ابص لها ومكسوفه من الناس وهم واقفين جنبي عشان ادوق، وانا مش قادره احطها في بقي عشان احنا عندنا بنعملها شوربه. انتوا بتعملوا ما بتبقاش فانا بالنسبه لي هي بايظه ولا ايه، هما بيدوني الملوخيه، ما كنتش عارفه ان الملوخيه المصريه كده، وانا مش هاكلها. كلت كده ما اعرفش ازاي بلعت. بعدين اول ما مشوا شويه قمت عارفه عملت الطبق كده كلت نصه كاني زي الاطفال كده، عملته كده ان انا كلت وشبعت وميرسي يا جماعه. ملوخيه يا نور انا دلوقتي بعشقها دلوقتي، بس انا ما كنتش فاهمه الاول، اتخضيت. بعدين فهمت ان لا دي الملوخيه المصريه وكده، وابتديت اتعرف على الحمام المحشي وكله بقى. اتعرفتي جامد يعني؟ طبعا جدا. واكيد اول ما جيت هنا مصر العرسان اتقدموا لك كتير قوي يا مش بالشكل ده. لا 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 كنت عامله كده ايه من كسوفي، الناس تفتكر ان انا يعني انا كنت اتكسف قوي على فكره، ما يعني لا ما فيش ما حصلش مواقف مثلا غريبه قوي. لا كنت حاطه حدود كتير. كنت حاطه حدود وكنت مركزه في الشغل وعايزه احقق حاجه في شغلي. وكنت لسه كمان صغيره قوي، ما كنتش عايزه اتجوز وقتها، فبالنسبه لي لسه بدري. ايوه بقى لما شفتي جوزك ايه اللي بقى اللي اتغير؟ ايه اللي خلاكي تقرري؟ لا حاجات كتير. لازم تحكي لي عن قصه الحب دي يا نور. ايوه قصه جامده. اذا ما كنتيش اياميها ايام اتجوزتي ما حكيتيش حاجه النهارده هتحكي كله. احكي كله بقى خلاص. أيوة. دلوقتي انا أيوة جايه اتكلم. اكيد قصه حلوه لانه يعني انت جايه من لبنان وهو سوري الاصل وفي القاهره، اكيد قصه جميله يعني. هي كانت قصه حلوه يعني، انا كانت والدتي موجوده في القاهره وخارجين مع ناس صحابنا اللبنانيين. في ناس كتير معانا وكان هو من يعني من ضمنهم. بس انا اول ما بصيت له كده انا ما اعرفش حاجه عنه، مين الراجل ده، اسمه ايه، حتى ولا حاجه. قلت يا خساره اكيد متجوز. قلت كده في قلبي. مش عارفه ليه، هتقولي طب ليه شفتي ايه؟ ما اعرفش. بس لما قعدنا واحنا بنتعشى كده عرفت انه مش متجوز، بعدين مش خاطب، بعدين ما بيحبش حد. يعني خير انبسطت جدا لانه ما اعرفش، عارفه يمكن هو ده النصيب. حسيت انه في ما اعرفش مرتاحه اتكلم معاه، في حاجه اللي بتحصل في دي. وهو من ناحيته حصل كده وخد نمرتي من صحابنا، من حد يعني من صحابنا، وكلمني واحد من صحابنا قال لي بصي انت ما بترديش على اي نمره مش عارفاها، فخدي نمرته وسجليها عشان انا اديته نمرتك وقلت له انه هدي يعني هتاخد نمرتك وتسجلها، ما تعمليش نفسك مش عارفه الرقم يعني قفلها. وليه عملت كده؟ قال لي اخبطي دماغك في الحيطه. بس انا يعني اتبسطت بصراحه. فما فيش تاني يوم. بس ما قلتيش للصديق المشترك ده ان انت كمان عينك لا لا منه؟ لا 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 ما قلتلوش حاجه لسه اتقالي شويه. ما لازم يبقى في تقل. حاولت بس ما عرفتش. تاني يوم كده ولا تالت يوم كلمني
نروح نشرب قهوة، أول ما أرد ولا ما أردش، أعمل نفسي مش عارفة ولا يعني إيه، أستعبط ولا إيه، أعمل إيه؟ قلت إيه الهبل ده، خلاص يعني أوكي، يعني هو لسه هنعمل فيلم، فقالوا أوكي نخرج قهوة كده، وخرجنا أول مرة يعني وقعدنا واتكلمنا، وكان هو مسافر بعديها لمدة شهرين أو شهر ونص، وقتها ما كانش في واتساب ولا حاجه، فميل ايميل رايح ايميل جاي عارفه لغايه ما رجع خرجنا مع بعض كده، وحسيت على طول انه ايه، في مستوى فكري يعني تمام، في عارفه مرتاحه خلاص، حسيت انه مش مش محتاجه اخد وقت يعني افكر، و يعني تقريبا على طول خدنا قرار انه احنا نتجوز، يعني ما خرجناش كتير مع بعض، وخطبنا مثلا احنا تعرفنا شهر 3، شهر 7 كنا مخطوبين، شهر 12 كنا متجوزين كده. ده من اسرع الجوازات اللي ممكن تحصل. وانا عكس كده في القرارات المهمه، بقعد افكر كتير، ما تفهميش ازاي. نصيب. انا سمعت ان هو بيبعد عن الاضواء تماما. ملوش في الاضواء، عارفه الناس المجتهده جدا وشاطره جدا بس ورا الكاميرا مش قدام الكاميرا، عارفه الناس دي اللي في حياتها كده، هو من الناس دي. والولاد بقى طالعين لمامتهم نور ولا لا. لباباهم؟ لباباهم. لا مش شبهي، ولادي مش شبهي. ايوه بس باباهم امور، يعني مامتهم اموره وباباهم امور. بس هما مش شبهي، يعني هما شكل باباهم وشكل عيلة باباهم وجدتهم لباباهم، وعارفه يعني طب شكل. طب الشخصية؟ لا بينا احنا الاثنين. بينا احنا الاثنين. عندك عندي ليو عنده تقريبا 7 سنين، وليديا 4 سنين. ليو وليديا. ليوناردو، هو اسمه ليوناردو، ليوناردو وليديا. نور ده مش اسمك الحقيقي؟ لا. مين اللي سماهولك؟ انا. قالوا لي اختاري اسم عربي، فقلت لهم طيب اوكي ليه لا، يعني قعدت افكر كده. طبعا كانت معايا مامتي، قعدنا نضحك نطلع مننا اسامي، طبعا قاعدين بنهزر لغايه ما طلع نور. كان وقتها ما فيش حد يعني غير الله يرحمه استاذ نور الشريف، كان نور، ما كانش في بنت اسمها نور او اي ممثله. فقلت لهم نور، قالوا لي هاي النور. لا قولي لي حضرتك من الاول، انت اسمك الحقيقي ايه؟ انا اسمي ماريان. ماريان. وعشت طول عمرك ماريان؟ طبعا. انا استاذ شريف عرفه لغايه دلوقتي هيقول لي ماريان مثلا، هو عارفني قبل ما ابقى نور ايام الاعلانات، فعمره يعني ما هيقول لي. يعني انت اسرتك لحد دلوقتي بتقول لك ماريان؟ طبعا كل اصحابي وكل يعني طبعا. احنا بس اللي بنقول لك يا نور يعني؟ ايوه. احنا بس اللي هو يعني ملايين من الناس في العالم العربي يعني. ايوه. يعني انت نور ده الاسم بتاع الواجهه، انما في البيت مع اصحابك ماريان. لا ماريان، انا ماريان طبعا. اول فتره يقولوا لي نور ما ردش، ما كنتش حافظه، اقول لا ماريان ده نسيه خلاص، ونور تردي. قعدت كام يوم ما ردش، بعدين خلاص نور بقى مني الاسم كمان، ما بقاش يعني بحسه بيخصني قوي خلاص، مش ما فيش فرق. اخدتي قرار انك تعيشي في البلد دي امتى؟ بعد انه فيلم؟ بعد اي موقف يا نور؟ في سنه 2002 لما عملت مسرحيه تحب تشوف مأساة، فكان مسرح، فكان لازم اتواجد بشكل اطول واكبر، مش زي فيلم شهرين اقعد اشتغل امشي، كنت كده. لما عملت مسرح لا قعدت بقى وخلاص، ابتديت مثلا مسرح اروح شويه بيروت اجي اعمل فيلم. اهلك ما اعترضوش؟ ما كانوش خايفين عليكي؟ بصي طبعا كانوا خايفين جدا، بس على قد ما كان بابا تربيته يعني نظام وقاسي، على قد ما كان عنده ثقافيه، قال لي في الاخر هتنطلقي وهتعيشي، خلي بالك من نفسك. وطبعا كانوا بيكونوا معايا مش طول الوقت انا وحدي، وبسافر كتير وبيجولي كتير بس بالعكس اداني ثقه بنفسي جدا، واداني بوش لقدام، وشجعني، شجعوني جدا. دي اختي. كريم. انت عندك بقى كم اخوات؟ عندي اختي بس، ربنا يخليها لي، كريم. ربنا يخليها لك. انت الاصغر ولا هي؟ لا الاصغر؟ لا هي الاصغر، هي اصغر مني. انت عملتي فرح وبهرجه وكده ولا فرح على الضيق؟ لا فرح ولا مش على الضيق، بس مش 1000 شخص يعني، عارفه قصدي؟ كانوا لعيلتي وعيلته وصحابنا. يعني لا كان مش دايما فرح مش عارفه نجوم الفن والمجتمع. لا ما كانش في نجوم الفن والمجتمع، كان خاص. يعني كان خاص، بس عملت فرح حلو قوي. عملتيه هنا في القاهرة؟ لا بيروت، كان في بيروت. عشان كده يمكن ما سمعتوش قوي او ممكن. لا كان في بيروت طبعا، كان في الشتاء كمان. والمسألة بالنسبة لك بقت واقع، انت ممثلة، انت نجمة معروفة محبوبة، مش فاضل بس من غير انك تختاري الافلام
اللي انت تطلي فيها. قولي لي بعد شورت وفانيلا وكاب المساله جت ازاي؟ الافلام توالت ازاي؟ بعد الشورت عملت اصحاب ولا بزنس وقتها على طول السنه برضو. على طول السنه اللي بعديها. كمان ده من الافلام الحلوه يعني من افلام مدحت العدل ده جميل. من الافلام الحلوه قوي على فكره قوي. خلاص بقى سلمى بقى. اخر مره؟ اخر مره. تشرب ايه؟ اشرب قهوه ساده سكر خفيف. واللي راح يعمل عمليه اليوم اسمه جهاد. جهاد الفلسطيني. ستوب ستوب كفايه يا مسعد. ليش وقفتوا التسجيل؟ هنهزر يا اخويا؟ انت بيشتغلنا يا جماعه. اوعى تكون زعلان انك رايح. لا بالعكس، المشكله كلها في التوقيت. انا عملت حسابي على الاعلام. لكن يلا مش مشكله، حلال على كريم. تقولها من قلبك؟ طبعا. مهما يحصل احنا برضه اصحاب يعني. انا ما عنديش مانع انك تسافري ما دام مصممه. انا هبلغ اسمك للناس اللي هيستقبلوك هناك. ابقي سيبي باسبورك في العلاقات العامه تحت. بس بقول لك ايه؟ انا بحذرك مش عايز اوفر. خفيف خفيف ها؟ الناس مش ناقصه. اوعدك يا فندم. ما كنتيش لسه اجدتي اللهجه المصريه خالص. لا ما كنتش لسه اجدت اللهجه. كان اول فيلم وتاني فيلم يمكن. يمكن اول فيلمين هما اللي ما كنتش بتكلم مصري. مين اكتر حد علمك اللكنه؟ لا الحقيقه هنا في القاهره لما جيت وقعدت وابتديت اتعامل مش بس شهرين في السنه فيلم، تنزلي البواب السوبر ماركت، عارفه لما ابتديت اتعامل اكتر مع الناس بشكل يومي ده اللي علمني. ده اللي خلاني طبعا صحابي اللي جنبي يقولوا لي لا خلي بالك الكلمه دي غلط، لا مش كده، لا يعني طبعا. وبعدين هو ده اللي علمني اكتر. ان انا قعدت في مصر. انت عديتي الرهينه في الرهينه بعد ملاكي. كان بعد ملاكي. انا كنت فاكراها الرهينه بعد ملاكي. طيب خلينا نشوف مشاهد لنور في ملاك اسكندريه، الفيلم اللي هي بتحبه ومجموعه افلام كتيره الناس بتحبها الحقيقه. معقوله في حد بيرجع حاجه لحد في الزمن ده؟ على رايك ده ما حدش بيرجع حاجه لحد وهو عايش، هيرجعها له وهو ميت. صحيح انت ما قلتليش كنت مسافر فين؟ دبي. كنت بتعمل ايه في دبي؟ كنت شغال في شركه بتستورد ورق من الصين. انت ما تعرفش ان احنا اكبر شركه تستورد ورق في مصر؟ فعلا؟ ما تعرفش ولا ايه؟ بجد؟ حكمت المحكمه حضوريا ببراءه المتهمه سحر عبد المجيد. ده كان تغيير يعني. ده كان الفيلم ده مختلف عن كل يعني عن اي فيلم عملته كنت قبل كده. اولا دور شريره طبعا اول مره. اول مره كنت قبل كده دايما البنت اللذيذه الاموره الأطفال. رمز البراءه. رمز الحب البريء وكده. لا الفيلم ده طبعا انا بشكر ساندرا نشأت جدا عشان هي اللي رشحتني للدور ده. وكان وقتها ممكن يقولوا نور تعمل الدور ده ازاي؟ لا قالت لهم لا هتعمله. فطبعا يعني شطرة. انا شطرة يعني بعشق الدور ده، بعشق الفيلم ده، حلو قوي. مش بس دوري، عارفه كل الناس كانوا فيه مميزين. تحسيه فيلم كده من الافلام اللي ما حدش بيقول عليه مش حلو يعني. الناس اتفقت على ملاك اسكندريه، اخراج وتمثيل وديكور وكله بحبه جدا. المشهد ده في الاخر بتاع القفص انا ده كان مشهد كمان كنت قاعده قبليها انا وغدا غدا عادل بنضحك، قاعدين بنضحك وبنهزر. وسنة تقولي خلي بالك دلوقتي مش، اقول لها طب عامل ايه؟ مش عارفه يعني. طب اما يجي الشوت طبعا انا وغدا هستري الضحك، هستري الضحك. بعدين جه المشهد اكشن مش عارفه اللي حصل، تحولت. حتى غدا افتكر ايه ده انت دلوقتي بتضحكي. كان مشهد حلو. في افلام كتير حلوه. بصي انت بتبتدي تمثلي بتطوري من نفسك طبعا. بيبقى في قبول عند الناس او لازم يقبلوكي انه انت شخصيه يعني نفسهم يشوفوكي مش نفسهم يشوفوكي. بعدين لازم تطوري من نفسك، لو ما حصلش التطور ده مش هتقدري تستمري. هتشتغلي مره مرتين سنه سنتين خلاص يعني.
ولا فكرة برضو الجواز والأمومة يا نور خليتك تغيري حاجات وجهة نظرك وحاجات كتيرة منها الأدوار بتاعتك؟ يعني لا، حتى قبل الجواز، حتى قبل الجواز أنا كنت نفسي أتمرد شوية على أدوار البنت اللطيفة والهادية دي. ابتديت في ملاك اسكندرية، بعدين الرهينة. كنت هايلة في الرهينة، كمان من الأفلام الحلوة قوي. كنت تخضي. حلو، سايكو. خد مني قلم صلاح عبد الله زي الفل فيها. عملت السايكو. ومين بقى اللي رشح؟ كانت برضو ساندرا. طبعا ده اخرج ساندرا. كانت برضو ساندرا. لانه ما كانش نمطي او اقرب حاجه للذهن ان انت تمثلي دور البنت السايكو اللي في الرهينه. يعني الواحد يعني لاول وهله يقول يعني جابوها ليه، لما يتفرج يلاقي انه سايكو بجد. يعني ده حقيقي. كان فيلم على فكره، كان دور ده صعب قوي، مش من الادوار السهله. إلا الكذب كده. نسيتي نطفي التورته. كل سنه وانت طيب. في دور بيستفزك. انا زهقت من الادوار اللطيفه، يعني كنت حاسه مش هقدر اقدمها تاني، ما خلصت الجزء ده، نفسي ادوار تانية. وجي في الوقت المناسب، عارفة لما كمان أنا مستفزة جدا من النص، عجباني الشخصية، عايزة يعني حابة ألعب. بعدين دراميا دايما الشرير حلو في الدراما، تمثيله مش سهل يعني. يعني أنا استمتعت. تمثيل طيب أسهل من تمثيل الشرير. أنا استمتعت جدا، كنت مبسوطة جدا وأنا بعمل الفيلمين دول. سافرت أوكرانيا باين؟ أوكرانيا في الرهينة. قعدنا كتير، شهرين وأكتر في أوكرانيا. اكيد ما حدش يغفل افلامك الناجحه جدا مع احمد حلمي، بس انت لو بتتكلمي عن تمثيلك فانت بتشاوري على منطقه ثانيه. طبعا افلامي مع حلمي حلوه، بس في الاخر هو اللي بيعمل الكوميدي، مش انا اللي بعمل الكوميدي يعني. بس افلام حلوه قوي وناس بتحبها قوي، كانت خفيفه وتحبي تشوفيها تاني، مش انه شفت الفيلم ده مره واحده فتزهقي. افلام حلمي عندهم الميزه دي. طبعا. ايه ده؟ ده صوت ديب. هو في ديب في البحر؟ ما في كلب البحر، يبقى اكيد في ديب البحر. يا سلام. طب اتفضل نايم. عارفه اسمك ايه؟ مي. عارفه يا مي، انا اول مره اتوه في حياتي. وانا كمان. لا انا مش قصدي على التوهان التافه اللي احنا فيه ده. امال تقصد انهي توهان؟ انا قصدي على توهان اكبر من كده، مش هينفع اقولك، ده كلام كبير على سنك. طب نام يا عم الكبير، نام. حاضر. نام. حاضر. في ايه واحنا عندنا مدرسه الصبح؟ عليها عفريت اسمها نام دي. ومين بقى يصدق انه انا بالنسبه لي الافلام دي جديده جدا يا نور، مش قادر اصدق ان احنا بنتكلم على حاجه من 10 12 سنه وبقت كلاسيكس. انا مخضوضه طبعا. طبعا. كلنا مخضوضين بجد. مخضوضة. يعني مش معقول الوقت عدى. يعني بجد بالنسبه لنا احنا ده دي ايه ده انا امبارح. لسه يعني ايه ده، بقاله 10 سنين، ده بقاله 12 سنه، ده بقاله 8 سنين، يعني حاجه تخض طبعا. قولي لي بقى ايه اللي اتغير فيكي بعد بقى الامومه وبعد السنين دي؟ الامومه بتغير قوي قوي قوي. يعني بتعلمك طبعا، بتعلمك حاجات كتير، وبتبتدي بتبص للحياه بطريقه تانية. حاجات تبقى مهمه ما بقتش مهمه، لان في ناس تانية في حياتك هم اهم حاجه. اهتمامك في نفسك ما بيبقاش درجة أولى يعني، أما يجي وقت هتهتمي بنفسك لأنه درجة أولى بيتك وولادك. كأي أم يعني أظن بتعمل كده. وإحنا شغلنا صعب يعني، عشان أنا أشتغل ممثلة، أبقى ممثلة وعندي ولاد وبيت، لا صعب. بتيجي على نفسك أنت في حاجات كتير، لأن هم مش ذنبهم أنه ما يلاقوش حاجتهم موجودة وجاهزة وتبقى نفسيتهم مظبطة، عارفة المذاكرة. أنت أم بقى زي والدك ووالدتك، صارمة وكده ولا لأ، مدلعة لولادك و... بصي مدلعهم قوي وبرضو صارمة شوية. يعني مش صارمة، عندي نظام يعني، وقت النوم نوم، ما ينفعش يسهروا لأنه لازم يناموا، مش عشان أنا ما بحبهمش، عشان دماغ الطفل لازم تنام وترتاح. بتنيم ولادك هما دلوقتي 5-6 سنين؟ 7 و4. يناموا الساعه كام؟ 8. لا 8 مش 9 يعني. لا لا لا، ايام المدرسه 7:30 8، اجازه ممكن 9. بيناموا 9 في الاجازه يا نور؟ لا ده انت صارمه جدا طبعا. لا خلاص، النهار ليهم وانا معاهم من الصبح، خلاص
ليه يسهروا يعني ايه ال 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 ليه يسهروا هينبسطوا عشان اجازه يا مامي. ما هو الاولاد بيبتزون ايه اجازه يا مامي هم لسه صغيرين مش عارفين يبتزوني قوي إيه؟ لسه صغيرين وهم يبتزون بتنيمهم 7:30 8 وفي الاجازه 9 هم بينعسوا وحدهم خلاص ما يعني بلاقيهم سقطوا لا انت يعني بتذاكري لهم يا نور بذاكر لسه بنتي ما عندهاش مذاكره بس ابني عنده بتذاكري له ماث فرنش اكتر هو يعني وماث كمان بس فرنش انك بتذاكري له عربي لاني سمعت انها فاشله انه نور فاشله جدا في العربي طبعا فاشل انا ما اعرفش ايه اللي جاب الموضوع يقول لي اقول لهم يا جماعه هو الموضوع معروف للدرجه دي يقولوا لي لا طبعا العربي صعب وعايزه اقول لك يعني ممكن اعمل انشاء كنت كويس املاء كويس بس قولي لي اعراب اللي هو النحو تقولوا له ما اعرفش نحو امال عندكم ايه نحو برضه لا بنقول اعراب من قواعد قواعد النحو قواعد نحو لا طبعا فشل لا فشل طبعا مش حباه ومش عايزه احبه ما حاولتش ولا عايزه اعرفه ليه طب انت بتستخدمي القواعد والاعراب في حياتك بعلمها لاولادي انا مش حرمها. انا بستخدمها عشان شغلي انا بستخدمها عشان يمكن شغلي يمكن انت عشان شغلك انا استخدمها ليه طب بصي هقول لك جمله هقول لك ايه تطل نور ده انا بساعدك اهو بقول لك ده انا بقول لك التشكيله عشان بغششك تطل نور او نور في على التلفزيون على بعد 10 سنين بسيبك من بعد 10 سنين بعد تطل مضارع صح او مش ماضي على الاقل اللي هو ايه يعني المضارع فعل مضارع يا جماعه انت غششوها مش فعل الامتحان تطل يا جماعه والله العظيم الدنيا دي حظوظ الجمهور كله بيغشش نور طبعا غششوني اوعوا تسيبوني انا في المدرسه ما عملتش اعراب دلوقتي هعمل اعراب ما هو بنشط لك الذاكره عشان الاولاد طيب تطل بقى فعل مضارع مرفوع مرفوع ايوه برافو اهو مرفوع بالضمه مرفوع بالضمه الظاهره في اخره خلصت والله العظيم اتغشت خلصت هي دي خلاص بعد الفاصل هنرجع مع الفنانه الشامله نور ونسالها على الفيلم الجديد اللي بتمثله دلوقتي مع تامر حسني يلا تنام يلا تنام لا تبح لك طير الحمام وايت الشوبينج من الاجزخانات بتعذب وانا بعملها ينزلكوا الميه ويغطسوكي تصبح على خير زغروته بقى طبعا فشل السنين